بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة مسألة كويسة وجميلة، فيها فكرة. مسألة بكل بساطة بيقول لك هيديك تو سترينج، سترينج 1 وسترينج 2، اس وتي ايا كان اساميهم، اللي هي سترينج 1 وسترينج 2. بيقول لك السترينج الثانية، السترينج الثانية بتقسم السترينج الأولى لمجموعة قطع. يعني معنى كده إن السترينج الأولى عبارة عن السترينج الثانية متكررة. هتقول لي متكررة إيه؟ هو بترول. هقول لك بص، من غير استظراف أنا بقول لك هديك سترينج 1 وسترينج إيه؟ 2. أنا بقول لك السترينج الثانية بتقسم السترينج الأولى لقطع، يعني القطع مش دي إي بي سي؟ قسم كده الأولى لقطع، دي قطعة اتنين. إذا الإي بي سي قسمت ديت لقطعتين، معنى كده إن ده عبارة عن ديت مكونة مرتين، يعني ديت بلس مرة زيها، يعني string 1 من الآخر equal string 2 plus string ايه؟ 2. صح ولا غلط؟ صح. حلو. هو بيقول لك هات لي أكبر، هات لي largest string x اللي بتقسم ده وده لأكبر مجموعة قطع. يعني أنا عاوز، أنا مديك string 1 وstring 2، وقلت لك ان سترينج 1 هي عباره عن سترينج 2 ممكن تكون مكونه من مره مرتين ثلاثه ايا كان. المهم طلع لي قطعه بحيث تقسم التو سترينج دول لاكبر قطع. فاحنا لو جينا نشوف هنا، لو قلنا اي بي اي بي بس هتلاقي اي بي بس هي بعدها سي سي اي، ما ينفعش، لازم لما تقسمها تقسم كل الاسترينج، هتجي تقول لي اي بي واي بي هنا. هقول لك لا، لازم تقسمها كلها، يعني لازم يبقى اي بي سي اي بي سي، يعني كل اتقسمت لقطع ورا بعض، مش اي بي واي بي واي سي واي بي، يبقى كده قسمت. مش هاخد السي وتقول لي ادي سي وسي، لا، اما تقسمها تقسمها لقطع ورا بعض، يعني اي بي سي يبقى اي بي سي واي بي سي. اي بي مش هتنفع ليه؟ لان اي بي هل بعدها اي بي؟ هل بعدها اي بي؟ مش هتنفع. اذا لو جيت تبص لدول هتلاقي هي اي بي سي هتقسم نفسها لقطعه واحده، لو قلت لك دي فيها كام اي بي سي؟ فيها واحد اي بي سي. طب ديت فيها اتنين اي بي سي، اذا اي بي سي هي الكلمه اللي تقدر تقسم لديت وديت لاكبر قطعه اللي هي اي بي سي. عشان نفهم اكتر، لو خدنا اللي بعديها، لو خدنا الايه اللي بعديها، اللي بعديها هتلاقي عندك اي بي اي بي اي بي. لو خدنا، احنا قلنا الجزء الجزء الاولاني بيكون عباره عن الجزء الايه؟ التاني، صح؟ بس في الحاله ديت لو احنا خدنا اي بي اي بي، نيجي نقسم هنا اي بي اي بي، هل بعدها اي بي اي بي؟ لا طبعا، اذا ما ينفعش اخد دي كلها. طيب هاخد الاي بي، اذا الاي بي بتقسم ديت لقطعتين وبتقسم ديت اي بي اي بي اي بي لثلاث قطع، اذا اي بي هي الايه؟ هي الحل، لان الاي بي قسمت دي لاثنين وقسمت ديت لثلاثه، اذا الاي بي هي القطعه اللي تقسم ده لاكبر قطع وتقسم دي لاكبر ايه قطع. يعني من الاخر يا شباب، من الاخر عندك تو سترينج، طلع لي سترينجات صغيره تقسم ديت لاكبر كم وتقسم دي لاكبر كم، من الاخر على بلاطه زي ما بيقول. دي فكره المساله، او ده المساله عاوزه منك ايه. طيب تعال نشوف الاول قبل ما نروح على الكود، تعال نشوف ازاي هنقدر نحلها. ركز كويس معايا قبل ما نخش في الكود، زي ما قلنا تعالى بس نفهم الفكره، ان الفكره هي اللي هتكون او اللي احنا هنكتبه هنترجمه الكود بكل سهوله، فافهم معايا اللي احنا هنكتبه. لو انا قلت لك انا هقسم الموضوع ده لكيسز، سيبك من الكيس دي خالص، خلينا ناخد كيس. اول كيس لو قلنا اداك اي بي اي واي بي اي، يعني ايه الكيس ديت؟ يعني اداك التو سترينج زي بعضيهم. ما هو لو سترينج 1 بتساوي سترينج 2 هيرن مين؟ string 1 او string 2، اي واحده منهم. ليه؟ لان ديت لو بتساوي ديت هرجع اي واحده فيهم، لان هتكون اي بي اي هي السترنج اللي تقسم دي القطعه وتقسم دي القطعه، ما عنديش غير حاجه زي كده لو الاثنين متساويين. حد عنده اعتراض على ده؟ ما حدش عنده اعتراض على ده. حلو، دي اول كيس اهي، خليهم جنب بعضهم. طيب لو كيس ثانيه زي دي، لو كيس تاني زي ايه؟ زي دي، هل دي بتساوي ديت؟ لا مش بتساويها. حلو، عاوز
لو دي مش مساوي ديت عاوز بقى اشوف هعمل ايه. اتاكد الاول ان مش احنا قلنا ان السترينج 1، خلي بالك في البدايه قلنا ايه سترينج 1، هي عباره عن سترينج 2 ممكن تكون متكرره اكتر من مره صح؟ يعني قلنا سترينج 1 بتساوي ممكن سترينج 2 بس سترينج 2 زي ما قلنا من البدايه في المساله قايل لنا اهو اس وتي دول تو سترينج، قال لك تي بتقسم اس اكتر من قطع، لو الاس ايكوال تي بلس تي بلس تي يعني معنى كده ان ديت بتساوي ديت اكتر من مره. طيب فمحتاجه تشيك، هتشيك على ايه؟ هل مين؟ هل السترينج 1 بتبدا ستارت ويز سترينج 2؟ ما هو معنى ان ديت بتبقى مكونه من ديت، اذا لازم السترينج 1 تكون بادئه بديت. ما هي لو مش بادئه بديت هرجع ايه؟ else هيرتن ايه؟ هيرتن ايه؟ هيرتن امبتي، خلاص مفيش اي سترنج يقدر يقسم لي الموضوع ده. ليه؟ لو اداك كيس زي ديت، ركز معايا انا هسيب الكيس دي بس ثانيه، واداك كيس زي الاخيره ديت، تعالى كده نشوف كيس زي الاخيره ديت. لو كيس زي الاخيره ديت سترينج 1 وسترينج 2، سترينج 1 وسترينج 2 ما لهمش علاقه ببعض، مش احنا قلنا سترينج 1 بتكون مكونه من سترينج 2؟ فجيت اشوف هل سترينج 1 بتبدا يعني بدايتها البدايه بتاعتها تبدا بكود؟ لا، اذا كده ما فيش اصلا كلمه تقدر تقسمهم، فبرجع ايه؟ امبتي. ودي الحاله الايه؟ الثالثه والاخيره دي معانا. اذا فهمنا اول حاله لو هما زي بعض، فهمنا اخر حاله لو الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، بتشك السترينج الاولى هل بتبدا بالسترينج الثانيه؟ لو مش بتبدا اذا ما لهمش علاقه ببعض، فبرجع ايه؟ برجع امبتي. طيب نيجي بقى لديه، اتشكيت اهو، بص اتشكيت على مين؟ على السترنج الاولى، لقيتها فعلا بتبدا بالسترنج ايه؟ الثانيه، لان اي بي اي بي اهي، اي بي اي بي، هعمل ايه؟ لو لقيتها بتبدا، بص بقى هروح شايل الجزء ده من هنا اهو، شايف؟ يعني الجزء ده اي بي اي بي هعمل فيه ايه؟ اهو هيبقى السترنج 1، هشيل الجزء اللي هو ده اللي بدا بيه اللي هو ده، هيتفضل عندي اي بي و اي بي اي بي. حلو، ركز معايا ركز معايا، اذا كان عندي السترنج الاولى بالشكل ده والسترنج الثانيه بالشكل ده، اتاكدت ان دي بتبدا بديت، اذا شلت الجزء اللي بادئ بيه، اتفضل عندي اي بي اي بي اي بي. طيب مش انا شلت الجزء ده من ده؟ ايوه، اصبح عندي السترنج ده والسترنج ده اللي هو اي بي واي بي اي بي. طيب هاخد السترنج ده، السترنج الاطول هخليه هو البدايه، السترنج الاطول هخليه هو الايه؟ البدايه، يعني هخلي سترنج 1 هي اي بي اي بي وسترنج 2 هو اي بي، يعني بدلت من الاخر، عملت سواب، خليت ده هنا وده هنا. عشان اقدر اعمل مره ثانيه، هل السترنج الاولانيه بيبدا بالسترنج الثانيه؟ اه، اذا هشيل من السترنج الاوليه السترنج الثانيه، يعني الاي بي ديت هشيلها من هنا، شلتها، اصبح عندي سترنج 2 وسترنج 1. هل سترنج 2 وسترنج 1 اللي هي الحاله الاولى بيساووا بعض؟ ايوه، يبقى الاي بي هي اللي تقدر تقسم التو سترنج لاكثر من جزء. شايفين الفكره؟ تاني بدات بالتو سترنج دول، لو انت مركز السترنج الاولى لازم تكون اطول من السترنج الثانيه، عشان انا بقول هل الثانيه هل الاولى بتبدا بالثانيه؟ فلازم الاولى هي اللي تكون اكبر من الثانيه، يعني لازم ما يكون وانا بقارن دايما الاولى تكون اكبر من ايه؟ من الثانيه. لو الثانيه اكبر من الاولى بعمل لهم سواب زي ما عملت من شويه. فسترنج 1 وسترنج 2 هل بيساووا بعض؟ هي الحاله الاولى لا، مش بيساووا بعض. طيب ما بيسوش بعض، هل السترنج الاولى بتبدا بالسترنج الثانيه؟ ايوه، خلاص اهو السترنج الاولى بتبدا بالسترنج الثانيه، ايوه، فشلت الاي بي اي بي اللي هي السترنج الثانيه، شلتها من السترنج الاولى، شلتها اصبحت عندي السترنج الاولى اي بي اللي هي فضلت، والسترنج الثانيه اي بي اي بي. لقيت السترنج الثانيه اطول من السترنج الاولى، بدلتهم الاول، بدلتهم صح؟ بدلتهم بالشكل ده، بقت سترنج بقت سترينج 1 بقت اي بي اي بي اللي هي ديت،
وسترنج 2 اصبحت اي بي. عشان شك تاني، هل السترنج الاولى بتبدا بالسترنج الثانيه؟ ايوه، فشيل الجزء ده من السترنج الاولى اللي هي اي بي، اصبح عندي سترنج 1 وسترنج 2، هل بيساووا بعض؟ ايوه. اذا هرجع الاي بي، هي ده الجزء اللي يقدر يقسم لي ده لاكتر من ايه؟ لاكتر من جزء. فاي بي اقسم دي الاثنين اهي، اي بي واي بي، ودي اسمها الثلاثه. هو كل اللي انا بعمله ايه؟ بعمله انا بتشك، لو زي بعض خلاص هعملهم الاثنين لاي واحده منهم. طب هنا لو مش زي بعض ببدا اشوف هل ده بتبدا بديت؟ اه بتبدا بيه، فبشيل الجزء ده كله، بيفضل عندي الجزء الايه؟ الصغير. فبرجع تاني اشوف هل ده بيبدا بالجزء ده؟ ايوه، فبشيله لغايه ما اوصل ان التو سترينج بيساوي بعض. ما هو لو التو سترينج اصبحوا بيساوي بعض، اذا الجزء ده اتكرر اكتر من ايه؟ اتكرر اكتر من مره. اذا هو ده اللي يقدر يقسم لي السترينج لاكتر من ايه؟ من قطعه. افهم معايا الفكره ديت، لان الفكره دي هيطبقها في الايه؟ في الكود بكل بساطه. حلو جدا. لو رحنا على الكود بالسي بلس بلس، خلينا ناخد الفانكشن دي هناك اهي ونبدا نشتغل عليه اهي. هروح اخدها عندي اهي. تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هقول له هو الترو، افضل شغال لغايه ما اوقفك لوب الى ما نهايه. طيب لوب الى ايه؟ الى ما لا نهايه. طيب هو الترو بعد كده ايه اول كيس عندنا؟ اول كيس لو بيساوي بعض، فبكل بساطه اف اف ايه؟ اف string 1 equal string 2 return اي واحده منهم، return مثلا string 1. حلو، ده لو الاولى بتساوي الثانيه. طيب ادي اول كيس. طب تاني كيس عاوز اتاكد هل ده بيبدا بده ولا لا، فهقول له اف عشان اقول له ده يبدا بده. عندنا حاجه حلوه قوي في السي بلس بلس اسمها ايه؟ اسمها فايل. اسمها ايه؟ فايل. بنعمل ايه؟ هقول له والله لو سترينج 1 عندنا فانكشن اسمها دوت ريفاين. حلو، هديله عاوز تبدا بمين؟ بسترينج 2 من بوزيشن كام؟ من بوزيشن 0. يعني بكل بساطه عاوز اقول له، عاوز اقول له ايه؟ اقول له مثلا A B C ده سترينج 1، وسترينج 2 مثلا A B. فبقول له ده دوت ريفايند ده ابدا لي من اندكس 0، يعني ابدا التدوير من اول اندكس كام؟ 0. فعشان كده هنا تلاقينا حطيت ايه؟ اندكس 0. والله لو لقاها فعلا هيرجع لي كام؟ هيرجع لي 0. يعني لو لقى سترينج 2 بتبدا من سترينج 1 من اول بوزيشن 0 هيرجع لي 0. كده معنى كده انه بيبدا ايه؟ بيبدا بيه. يعني لو دي رجعت 0 معنى كده ان السترينج 2 فعلا في بدايه السترينج 1، يعني سترينج 1 بيبدا بسترينج 2. اذا الصفر ده عشان اقول له تبدا من بوزيشن كام؟ سترينج 2 ده اللي هتشيك هل سترينج 1 بتبدا بيها من اول البوزيشن ده. لو رجعت 0 اذا انت فعلا بتبدا بيه. طيب لو انت بتبدا بيه، لو انت بتبدا بيه هنعمل ايه؟ كنا السترينج 1 لو انت فاكر معايا كنا اهو، لو ده بيبدا بده جبنا الجزء بتاع السترينج 2 وشلناه من سترينج 1. يعني عاوز اشيل من سترينج 1 اشيل منها اول الجزء بتاع السترينج 2 صح؟ ايوه. فانا عشان اعمل حاجه زي كده هقول له ايه؟ سترينج 1 ايكوال سترينج 1 دوت سب اس تي ار، دي معناها سب سترينج، واقول له شيل لي السترينج 2 دوت ايه؟ دوت لينث. معناه ايه الكلام ده؟ بكل بساطه مش انت خلاص اتاكدت، مش انت متاكد ان سترينج 2 في بدايه سترينج 1؟ انت متاكد من حاجه زي كده، متاكد من حاجه زي كده، لانك انت مستحيل مستحيل توصل لهنا للاين ده غير لما تكون متاكد ان فعلا سترينج 1 بيبدا بسترينج ايه؟ 2 زي ما شرحنا. فانت خلاص اتاكدت. طيب انت عاوز تشيل دول، مش ده موجود في بدايه ده؟ يعني انت لو جبت عدد حروف دول وقلت له شيل لي العدد ده، عددهم كام؟ اربعه، يعني شيل لي من بدايه اربعه،
هشيل دول، وانت كده كده متاكد ان اول اربعه هما دول. ليه؟ لانك انت اتاكدت ان ده بيبدا بده. الموضوع سهل، انت متاكد ان ده بيبدا بايه؟ بده. اتاكدت وخلصت. خلاص يا سترينجي 1 شيلي اول اربعه كاركتر. أربعة ليه؟ جبت السايز بتاع ده اللي هو اللينس دول أربعة، شيل أول أربعة فهشيل لي دول، لأن أنا متأكد إن أول جزء هو إيه؟ هو ده. فعشان كده بكل بساطة قلت له سترينج 1 بالسب سترينج، سترينج 2 دوت إيه؟ دوت لينس، يعني هات لي اللينس بتاعها اللي هو أربعة، وبعته لي السترينج 1 عشان يقصه، يقص أول إيه؟ أربع حروف، هيقصه لي ويحطه لي في سترينج 1، يبقى هيرجع لي القيمه ديت مقصوص منها اول اربع كاركتر، هيتفضل اي بي هيحطها. طيب لو انت بقى دي في الكيس اللي هو لو بيبدا بيها، طب لو إلس، لو إلس هيرتم ايه؟ امبتي اهو. إلس خلاص انت رتمني امبتي، خلاص الموضوع ايه؟ انتهى. مش هينفع، مفيش اصلا استرنجات تقسمهم. زي ما قلنا لو هما مش زي بعض خالص، ملهمش علاقه ببعض، هرجع ايه؟ امبتي. طيب فاضل حته واحده. مش احنا لما جينا هنا وقصينا طلعنا دول؟ ايوه. عشان ابدا تاني اقول له هل ده بيبدا بده؟ قلنا لازم سترينج 1 دايما تكون اطول من سترينج 2. هنا لقينا ان سترينج 2 هي الاكبر، فهنعمل سواب، عاوزين نبدل. عاوزين نبدل سترينج 2 يبقى فيها اي بي، وسترينج 1 يكون فيها اي بي اي بي زي اللاين اللي تحت ده. بدلنا. عندنا فانكشن حلو قوي، هتشيك الاول في البدايه، هتشيك اف. والله لو سترينج 1 دوت لينث اقل من سترينج 2 دوت لينس، لو هي اقل منها اهو، هل سترينج 1 السايز بتاعها اللينس اللي هو 2 عددهم 2 اقل من الاربعه؟ ايوه. عاوز ابدل، فهقول له عندي حاجه اسمها سواب. السواب دي فانكشن جاهزه، هديها سترينج 1 وسترينج 2، هو هي ايه؟ هو هيغير من غير ما تتعب نفسك اهو. عشان بعد كده لما بدلت اهو اروح بقى تشيك تاني، هل سترينج، هل سترينج 1 بيبدا بسترينج 2؟ ايوه. فشيل لي اول اثنين اللي هم دول، فشلهم، اصبح عندي اي بي واي بي. طبعا دي كلها في كل لفه، في كل لفه بيعمل حاجه، يعني في اول لفه دخل لقى ان السترينج 1، طبعا لقى السترينج 1 مش اقل من السترينج ايه؟ 2 اللي انت بتاعهم. ليه؟ لان اول حاجه بدا بده وده، ده اطول من ده، فاذا مش هيخش ايه؟ مش هيخش هنا. هيجي هنا برضه مش هيخش هنا، لان مش شبه بعض. هيجي هنا هيلاقي فعلا بيبدا بيه، هيعمل صب ويرجع تاني، عامل ايه؟ لوب تانيه، لفه تانيه، يخش. هل اللينس بتاع ده اقل من ده؟ هيلاقي فعلا ان اللينس بتاع ده اقل من ده، فهو عامل سواب. عمل سواب وخلص. هل بيساووا بعض؟ لا، بس هيلاقي ان فعلا ده بيبدا بده، فهو عامل ايه؟ فهيروح داخل اهو، ده بيبدا بده، فهيروح داخل عامل صب تاني ويلف. هيلف هيلاقي ده زي ده في اللينس، فمش هيخش هنا لانهم بيساووا بعض، مش اصغر منه. هيلاقيهم بيساووا بعض، هيلاقيهم سترينج 1 اللي هي اي بي ايا كان اي واحده فيهم، فكده الاي بي هي الايه؟ الاجابه الصح. طبعا الهوايل مجرد ما يكون في ريتيرن خلاص اللوب ايه؟ بتنتهي. اول ريتيرن في الفانكشن اللوب ايه؟ بتنتهي. نرن كده بس نتأكد ان مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل. طيب نروح نحطها هنا ونعمل سبميت، وتعال نشوف هل في مشاكل ولا لا. مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشاكل. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك في الفيسبوك ولينك ده انت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.